تختار الاسم اللي تنوبه والاسم الاخر تقولي نرفض باش نوبه الاسم هذا. به اول صور فوالا حمل همامي وراشد الغنوش. شكون تنوب؟ معناها لازمني نختار واحد خاطر ماذا بيا نرفضهم الزوز انا. يلزم تختار قانون اللعبه. أيه اختار الاقل سوء اخف الاضرار. الوكيل نتاع ميسال شكلي من تحت الطاوله مش مشكل نمشي لحمل همامي. تختار حامه. علاش ترفض راشد؟ كيفاش؟ هل ادافع هل يمكن لي ان ادافع على من اجرم في حقي وطني؟ من وأد حلم شباب تونس؟ اللي وصل تونس الى ما هي عليه اليوم؟ التركة الثقيلة الاقتصادية، التركة السياسية اللي وصلنا لها اللي ولينا معناها تشوف الحالة والمنغلق إلى أي منغلق وصلنا. هذه شكون اللي وصلنا لها؟ فاطمة المسدي كان ضيفتي قالت لي راشد الغنوشي مكانه السجن، توافقها الرأي؟ طبعا هو مكانه السجن. المجرم أين؟ هوني كان محامي نحكي معك. نعم، من يجرم مكانه أين؟ باش يكون موجود يتنطع ويتشخلع علينا من جامع الجامع؟ معقول ويخطط لنا ويكمبن للبلاد؟ لا يعقل. يولي يعزل لا محاله. اعتبره متسكي عن اليوم سياسيا، هو خارج اسوار السياسه لانه 25 جويليا رمته خارج المشهد السياسي. راشد الغنوشي اليوم خارج اسوار السجن، معقول؟ من يجرم في حق وطن؟ احنا نشوفوا اللي ينشل ولا اللي معناها يرتكب جريمه في حق مواطن. شنية التهم مثلا قانونيا؟ شنية التهم موجهة؟ شو عدة تهم. نحن أخي خلينا نمشي إلى مسؤوليته السياسية. هذه البلاد قد وصمت بالإرهاب، علاش نتيجة هذا الرجل يا أخي؟ هذا الرجل بلكش تاريخه كان تاريخا معناها نظيفا يا أخي. معروف هذا الرجل مسؤول عن حركة النهضة، أدى البيعة لعمر التلمساني رئيس التنظيم الإخواني في مصر. إذا معروفة جرائم هذا التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. مثلا اغتيال شكري بالعيد تعتبره مسؤول عليه؟ المسؤول الأول؟ ماذا قالت هيئة الدفاع عن الشهيدين؟ قالت هناك جهازا سريا هو المتورط في الاغتيالات. الجهاز السري قالت فيه 26 قيادة متورطة على رأسها راشد الغنوشي. على رأسها إذا كان محمد هيئة البرهن. الدفاع عن الشهيدين. أنا لست عضوة في هيئة الدفاع ولكن هذا ما صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين. نفس الشيء؟ نفس الشيء. الشهيدين الشهيد شكري بن يعني أنت لا نحكي أنا، هو عدة أسماء، نحكي أنا أنت تعتبر المتهم الرئيسي هو راشد الغنوشي؟ هذا سؤالي. وفما عدة أسماء إذا كانوا المتهم في الجهاز السري إذن هو المتهم الرئيسي. الشعب رأيتم حين يخرج في المظاهرات إلى لمن معناها شينعتوه يقولوا له نعرفوها من غير ما نقولوها في التلفزة. لا ما نقولوش ما نقولوش في التلفزة، ولكن على الأقل المسؤولية السياسية يتحملها راشد الغنوشي. المسؤولية السياسية باش نوضحوا. المسؤولية السياسية يتحملها راشد الغنوشي مش الجزائري. وبعد وقت اللي تتفتح الأبحاث فيه وفي القيادات وفي القيادات اللي من حركة النهضة يطلع بريء، يطلع بريء من جهاز السري. من شو مش يطلع بريء؟ من شو مش يطلع بريء؟ من تاريخه الدموي إلى أن شكون المسؤول؟ شكون المسؤول عما وقع في تونس؟ اعطيني نحملوا المسؤوليه لمن؟ شكون الحاكم بامره في تونس؟ شكون اللي يولي ويعزل؟ شكون اللي يعين على راس الوزاره الداخليه؟ شكون المسؤول عن الامن الموازي؟ واضح واضح واضح. تصويره اللي بعدها